واحده اسمها طويل شويه بس هي سهله جدا، يعني انت اول ما تعرفها عليها اسئله كتير برضو، بس اعرف اسمها، بس اعرف اسمها. اسمها ايه؟ اسمها الريزموجينيك، يبقى في الريزميا. رايت فينتريكلر، يبقى المشكله كلها في الفينتريكل، رايت فينتريكل. كارديو مايوباسي، كارديو مايوباسي يعني في مشكله في القلب شباب في الرايت فينتريكل، بس بتبقى الريزموجينيك، تقلب ليه الريزميا. ايه المشكله يا شباب؟ ده سهله جدا جدا، افهموها هتلاقي الدنيا سهله جدا جدا. هو عباره عن مرض وراثي خلاص، هيريديتري، غالبا بيبقى اوتوسومال دوميننت. اوتوسومال دوميننت ايه اللي حصل؟ بيحصل حته من الرايت فينتريكل يا شباب، ادي حته الرايت فينتريكل اهو، او اسمه ايه؟ رايت فينتريكولر، يبقى حته من الرايت فينتريكل. تمام، طبعا انت عارف دي عضلات ماسكولار صح، مصل، كل دي مصل. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فايبرو فاتي ريبليسمنت، حته من عضلات القلب تيجي بقى تتكون هنا فات، فات تلص فيها فات، فات ريبليسمنت، بدل ما تكون مصل، بدل ما تكون عضله تقلب فات دهن خلاص. طيب يبقى انت شلت العضله، شلت المصل وحطيت مكانها دهن، حاطط مكانها دهن. هي دي قصه الموضوع، اسمها الريزمي رايت فينتريكل كارديو بايوبسي، شلت حته من العضله حطيت مكانها دهن خلاص، ريبليس فاتي تشو. طب ايه مشكله الموضوع ده يا جماعه؟ ايه خطوره الموضوع؟ حاجه من الاثنين، اول حاجه انت كده فقدت الكونتراكتايل باور بتاع الميوكارديوم، ان المفروض العضله مين بيعمل انقباض؟ طبعا القلب ده بامب، هو عباره ايه؟ لازم تبقى مضخه صح، بامب. انت دلوقتي البامب بيعتمد على الكونتراكشن بتاع المصل، المصل خلاص بقى دهن، ما بين ولا ليه لازمه، ففقدت الكونتراكتايل باور بتاع الايه؟ الميوكارديوم، اللي عباره عن بامب. طيب تاني حاجه، زي ما قلت لك قاعده مهمه جدا جدا يا جماعه، اي لعب في الاستراكشر بتاع القلب، اي حاجه في الاستراكشر بتاع القلب، اي لعب فيه بيقلب لك، بيعمل بقى مصدر للارزمي. المفروض المسار الطبيعي للقلب ينزل من السنوب، يروح مثلا الايفينود بتاع، بيمشي في الكهرباء المسار الطبيعي، يلاقي اي لخبطه، اي لخبطه في الاستراكشر بتاعه هيبقى في ارزمي، وعشان كده اعرف اسمها خلاص حفظتها، الريزموجينيك يبقى سبب ارزمي. رايت فينتكل افتكر هو ريليتد، بس رايت فينتكل كارديوميوبسي، ضعف عضله القلب. ليه الضعف هنا؟ فاتي فاتي ريبليسمنت، حصل فايبر فاتي ريبليسمنت، عملت مشكلتين، عملت استراكشر ابنورماليتي، عملت فقدت الكونتراكتيل لانه بامب. لعند ممكن يجي لك بعلامات الهارت فيلير، ليه؟ لان مفيش كونتراكشن، المفروض الرايت اتريب يضخ الدم هنا في الرايت فينتكل، يجي ينقبض مش عارف ينقبض صح، فيدخل في علامات الهارت فيلير، ممكن يقلبك فيتاك، ممكن انريزميا دخلك في استراكشر، يدخلك في انريزميا فيتاك، والهارت فقدت البامب كقلب مش عارف يضخ دم ولا عارف يستقبل دم، فدخله في هارت فيلير. من احد العلامات المهمه جدا جدا هنقول لكم عليها دلوقتي، ازاي تعرف كلمه واحده ان شاء الله تحفظوها، هي بتيجي في الامتحان، كلمه واحده لقطتها هتعرف التشخيص بتاع المرض. علاج المرض ده علاج ايه؟ طبعا ده ممكن تقلب معاك فيتاك، اول حاجه بتقلب سيتالول، سيتالول، اي دواء من ادويه البيتا بلوكر تنفع، اي بيتا بلوكر عشان اتجنب الارزميا، لكن افضل حاجه هو السوتالول، السوتالول مهم جدا جدا. وطبعا لو انت عملت ايكو، عملت مثلا ايكو بالايكو، جيت كده اشوف حركات القلب دي، هتلاقي في هنا في جزء هنا مش بيتحرك، المفروض ده ينقبض، فتلاقي اسمها بيسموها هايبوكاينيزيا، الضلع ده او الفنتك بيبقى حركته بطيئه جدا جدا. ليه؟ لان مفيش مصل، الحته دي ريبليسمنت باي فات ما فيش انقباض. ادي ملخص الموضوع، الملخص ايه؟ الحته من القلب، حته من الرايت فينتكل، حطيت مكانها فات، فقدت الكونتراكشن، قلبت هارت فيلير، عملت استراكشر ابنورماليتي، دخلت في في تاك، ممكن تقول لك في تاك عشان اسمها اريزموجينيك. واحد زي ما قلت حاجه انهيرتد كاردوفاسكولار ديزيز، ممكن تعمل سادن ديس وسينكوبي. ليه يا جماعه سادن ديس وسينكوبي؟ عشان ده في تاك، دخلت سادن في تاك، وهي واحده من سكند موست كومن كوز سادن كارديك اريست في الشباب. الشباب طبعا في مرض انا هاخد اسمه الهوكم، مهم جدا جدا، اشهر مرض في الشباب ممكن يموت صدن كارديك ارست في الشباب هو الهوكم، اسمه هايبرتروفيك كارديوبسي، هناخده ان شاء الله. سكند تاني واحد ممكن يموت يا جماعه في الشباب الصغير هو الرايت اريزموجينيك او الاريزموجينيك رايت فينتريكولار كارديوبسي، مهم جدا جدا. زي ما قلت لك هو الفكره كلها يعني هو اسمه رايت فينتريكل، هو غالبا ممكن يبقى في الرايت موست كومن بيحصل في الرايت فينتريكل، لكن على فكره ممكن يحصل في الاثنين على فكره، يعني ساعات بيحصل في الرايت فينتريكل وليفت فينتريكل، لكن كومن قوي في الرايت فينتريكل، لكن ممكن هو في الرايت فينتريكل كومن، لكن ممكن يحصل باي فينتريكل، يعني ممكن بعد كده انيشيالي يبتدي في الاول، يعني ممكن يبتدي اول في الرايت فينتريكل وبعد كده ممكن يضرب الاثنين فينتريكل، ان خلاص بقى يفقد المصل خالص بريبليسمنت باي فات خلاص. هو خلي بالك اوتوسومال دوميننت، يعني انهيرت وراثي، نفس قلت لك الرايت فينتريكل بتبتدي بالرايت فينتريكل، بيبقى فاتي فايبرو فاتي تيشو خلاص، بقى فات وفايبرين خلاص. ده بيبقى غالبا بيبقى ميوتيشن في بعض الجين، يعني بيأثر حاجه الديزموزوم ده برضو مركب من مركبات المصل، فممكن يبقى في مشكله في الجين بتاع الديزموزوم ده، يعني مش هم بس اهم حاجه تعرف القصه، حطيت فات بدل المصل، حطيت فات بدل المصل. العين هيجي لك بايه؟ يجي لك بالبيتيشن طبعا، سينكوبي صن الكارديك ارست خلاص، ممكن عندي حس ضربات قلب سريعه عشان الفيتاك، وسينكوبي كويك بدوخه، لان طبعا زي ما قلت القلب ينقبض بسرعه جدا جدا، دخل في فيتاك.
فبينقبض بسرعه بسرعه بسرعه، ما فيش ديستولي، ما بيعبيش دم، فيدخلك في سينكو، هيحصل برين هايبر فيوجن مع صادن كارديك ارست، قلب مش واصل لدم، فيحصل كارديك ارست. تمام. طيب كلمه واحده في الامتحان او في السيناريو يقول لك دوت اللي هو الريزموجينيك رايز فينتريكولار كونفلوجن. انت هتشوف الاي سي جي في رسمه القلب، بشوف حاجه اسمها ابسن ويف. الابسن ويف هو ده يا جماعه، ابسن ويف هي عباره عن نوتش كده، حته كده، نقره كده في الكيو ار اس، يعني كيو ار اس كيو ار اس. تشوف هنا فوق الاس هنا في نوتش كده، هو نوتش دي زياده كده، خلاص دي اسمها نوتش تيرمينال، اسمها ابسن ويف. ابسن ويف ده يعني بيبقى ابسن ويف. وكمان هتلاقي كمان التي ويف باصه لتحت، اسمها تي ويف انفرجن، تي ويف هتلاقيها واصله لتحت. فانت بتلاقي حاجتين، اهم حاجه ابسن ويف. فانت لما تلاقي في مساله يقول لك مثلا ايه عملت الاي سي جي ايه اسمها ابسن ويف، هو ده مرتبط بالرايت فينتريكل كارد بيبسي. ابسن ويف، الابسن ويف عباره عن نوتش كده، تبقى نقره كده في الكار اس كومبلكس، اسمها ابسن ويف، عباره عن تي ويف انفرجن، غير ما تبقى في 1 وفي 2 وفي 3، ده اكتر مكان نشوفها في الاي سي جي. ممكن طبعا تنزل لكم بارت 2 ك بارت 2 كانت تنزل لكم ك اي سي جي، وممكن طبعا تنزل لكم بارت 1 كاسئله الابسن ويف يعني. خلاص. طيب زي ما قلت لحضرتك اللي هو الايكو، زي ما قلت لحضرتك الايكو بالذات، انت عندك الجزء اللي فيه الفات مش هيتحرك، بيبقى هايبو كانتيك، حركته بطيئه جدا جدا، بيبقى تخين اللارج الدهن. تمام. ويز السن فري وورد، طبعا تلاقي طبعا اصلا الفري وورد اصلا ده سن ضعيف عن الليفت فينتكل، لكن بتلاقيه تخين طبعا عشان فات وهايبو كانتيك مش بيتحرك كويس. ممكن كمان اعمله ام ار اي، اعمله ام ار اي الاقي كمان شو فايبرو فاتي تشو. ممتاز. اعالجه بايه؟ بيتا بلوكر. اعالجه بايه؟ بيتا بلوكر اللي هو سوتالول، ادوستالول. ممكن كمان ادخل احرق، اعمل كاستر ابليشن، احرق المكان اللي فيه يعني احرق المكان اللي فيه الفات ده، احرقه، اعمل له كاستر ابليشن، او اعمل اي سي دي برده عشان حصل في تاك، ادي كهرباء داخليه تعكس لك كهربه الفوكس اللي حصل فوكس. زي ما قلت لك اي مكان فيه ستراكشر ابنورمالتي تطلع منه فوكس، زي ام اي او اسكار او حاجه تطلع منه فوكس، هتعمل لك في تاك، فانت تعمل له ابليشن لو حصل فوكس، اعمل ابليشن اكويها احرقها، او اللي هو اركب له اي سي دي عشان امنع دخول الفي تاك. فلكن كومن هو السوتالول بيتا بلوكر عشان تقفل، تمنع اي حاجه تدخل في الفي تاك. في سؤال بس هنا اسمه في مرتبط ب الاوتوسومال او اللي هو الانتر الريزموجينيك رايت فينتريكولار كارديوميوبسي، حاجه اسمه نكسس ديزيز. النكسس ديزيز هو فاريانت، يعني يعتبر نوع من انواع الارثموجينيك رايت فينتريكولار كارديوميوبسي، نوع من امراض اوتوسومال ريسيسيف. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاثي، عباره عن ثلاثي، واحد عنده الارثموجينيك رايت فينتريكولار كارديوميوبسي نفس القصه بتاعت اللي فوق، فايبروفاتي تيشو، مع حاجتين، مع بالمو بلانتر كيراتوزس، يعني تلاقي ايده ورجليه فيها كريات كتير جدا خشن كده، اسمها بالمو بلانتر، يعني بالم والسول، يعني ايده ورجله فيها بلانتر، طبقات من الجلد سميكه كده، ده كيراتين زياده، مع حاجه اسمها وولي هير. الوولي زي اللي هو زي الصوف كده، صوف، شو تعرف شعر المنكوش الصوف ده اللي يعني بتبقى نفخه شعرها كبير قوي، ده اسمه وولي هير. فانت لقيت الثلاثي ده اسمه ايه؟ نكسس ديزيز. في عليها سؤال، النكسس ديزيز بيتكون من ثلاث حاجات، بيتكون من الاي في ار سي او الاي في الاي ار في سي اللي هو الايه؟ الريزموجينيك رايت فينتريكولار كارديوميوبسي، مع بالمو بلانتر كيراتوزس، مع وولي هير، مع هو اسمه نكسس ديزيز. نكسس ديزيز عليها سؤال في كوتشابك. خلاص، ادي اول نوع من مشاكل اللي ممكن تدخلك في فيتك.